من بين 231 مرشحا فاز الاتحاد الأوروبي بجائزة نوبل للسلام لدوره المهم في توحيد القارة العجوز التي شهدت حربين عالميتين، بعدما أسهم هذا الاتحاد منذ أكثر من 6 عقود في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان، لتتحول أوروبا بعد توقيع معاهدة روما عام 1957 من قارة حرب إلى قارة سلام بحسب لجنة نوبل النرويجية. الجائزة التي شكلت مفاجأة نظراً للأزمة التي يواجهها الاتحاد بسبب العملة الموحدة اليورو تأتي لتعطي دفعاً معنوياً له، هو الذي يسعى جاهداً لحل أزمة الديون. النرويج التي رفضت الانضمام إلى الاتحاد مرتين هنأت أوروبا بالجائزة، في حين رفض الشعب النرويجي الأمر واعتبر الفوز غريباً. الطلاب الإيطاليون وخلال مسيرة احتجاجية لهم ضد سياسة التقشف اعتبروا أن الاتحاد لا يستحق جائزة السلام، ورأى اليونانيون أن منح الاتحاد نوبل للسلام أمر غير مبرر. قادة الاتحاد الأوروبي استقبلوا الجائزة بتأثر بالغ، واعتبر رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروزو أن الجائزة شرف كبير للاتحاد ولمواطنيه 500 مليون. وفي برلين قالت المستشارة الألمانية إن الخطوة مشجعة لمشروع ساهم في إحلال السلام في أوروبا، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي أن الجائزة شرف عظيم. أما الإسبان وخلال احتفالهم باليوم الوطني فرحبوا بمنح الاتحاد نوبل للسلام.